احتفالية متميزة سلمت أولى البطاقات المهنية للفنان الجزائري، مكسب توجته جهود الدولة الداعمة لحماية الفنان. اليوم انطلاقة الأولى لتصحيح الطريق اتجاه الفنانين. هذه مناسبة فيها الخير، فيها الخير، نحن تعجبنا، نحن الفنانين تعجبنا. تقريبا من الاستقلال لأول مرة يعني كان نحن الفنانين القدم كان استقلنا من جديد صراحة، أنا فرحين بزاف. الفنان كعمل مستقل ما عندوش أجرة، لازم هو كذلك يستفيد من الضمان الاجتماعي، والحكومة أخذت قرار في 2014 في فيفريي 2014 ليفتح للفنانين الحق والاستفادة بالضمان الاجتماعي ليهم ولعائلتهم. لأول مرة يحظى الفنان ببطاقة تحدد هويته وتؤمنه اجتماعيا، تحدي ثمنه عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالمناسبة، كما سيكرس قانون الفنان أفاقا أوسع ضمن العمل المتواصل لوزارة الثقافة. الموضوع تاع الفنانين اللي وصلوا للسن التقاعد وما كانش عندهم حظ أو فرصة باش يشتركوا في ضمان الاجتماعي، إذا هذا يتطلب منا إجراءات أخرى لهنا ندرسوها على مستوى الحكومة باش تسمح لنا أن كيف نوفروا للعمال اللي تجاوزوا سن التقاعد باش يستفادوا من التقاعد، من المنحة فيما يخص التقاعد. أنا ما ربحنا في الثقافة هذه غير القدر، وين نروح البيبان مفتوحين. سيسي مو بيرمي دو دوني à la jeunesse, de la jeunesse, l'avantage de dire voilà, maintenant il faut travailler parce que c'est le seul moyen pour que vous puissiez représenter le pays. يصبح الفنان عنده هوية وعنده وجود قانوني وعنده قانون الفنان اللي كنا ننتظره فيه مدة 50 سنة. وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس الوطني للفنون والأداب تواصل جهودها ضمن هذا المسعى للرقي بالفن والفنان الجزائري.